أبرز ما جاء في لقاء جمع هاني بن بريك بعضو محمد بن ناجي الشايف في مجلس النواب اليمني بالرياض. التقى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بالعاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الجمعة بالشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية. وتناول اللقاء عدد من القضايا الهامة التي تهم الجنوب والشمال في إطار رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي المعلنة وحرصه على مصلحة الجنوب والشمال والتواصل مع كل القوى الجنوبية والشمالية. وأكد هاني بن بريك أن الهدف من تلك اللقاءات هو تقديم أنموذجا حضاريا للأجيال القادمة في حل النزاعات، وقال فإما نورث من بعدنا من الأجيال أنموذجا حضاريا في حل النزاعات فيكون لنا تاريخا مشرفا، وإما ننتظر لعنات الأجيال تلاحقنا. وأشاد فيها بالرؤية الواضحة للشيخ ناجي والنظر للمستقبل بعيدا عن شعارات الماضي المهلكة والمصالح الحزبية الضيقة.